يا سيدة يا سيدة يا ام الشموعل قايدة يا اخت الحسن واخوك الحسين يا بنتي اشرف والدة يا عليا المقام يا سيدة. آلاف من المصريين يأتون من كل محافظات المحروسة للاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وسط أجواء من الروحانية وانتشار لسرادقات الذكر والإنشاد. جاي عشان أزور الست سيدة نفيسة محبة في رسول الله. دايما محافظة أسيوط بنحتفل بمولد ستنا السيدة زينب وأخت سيدنا الحسن وأخت سيدنا الحسين، بنحتفل بهم كل سنة في نفس الميعاد. جاي لزيارة ستنا زينب بنت ست جدها سيدنا النبي. أنت جاي منين؟ جاي من المنوفية. ورغم أنه تم إلغاء معظم مظاهر وتقاليد المولد هذا العام تنفيذا للإجراءات الأمنية، لكن معظم الطرق الصوفية حرصت على إقامة الخيام والسرادقات وإقامة حلقات الذكر والإنشاد الديني لاستقبال الوافدين والزائرين. كل الناس حلو في المولد، بيعجبني الذكور وقريت القرآن والزيارة في الجامع، وبيعجبنا برضو الأخ اللي بيمدح في الرسول. متعود أزور وأتوكل على الله على طول، محبة عند المام دعيت. ربنا يصلح حالنا وحال البلد ويصلح حالة المسلمين جميعا كده، وفك الكرب عنهم جميعا يا رب. سنة أحلى من سنة بالأمان والاستكنان وتمام والاطمئنان. وللسيدة زينب عدة ألقاب كرئيسة للديوان والطهرة وام هاشم وغيرها، ويحرص الزائرون لها على الدعاء والتبرك بمقامها داخل مسجدها الشهير بوسط القاهرة. طارق أحمد هنا العاصمة.